على الساعة 7 صباحا، التلاميذ يتوافدون على ثانوية ربح بطاط بالمحمدية لاجتياز الامتحان التجريبي للبكالوريا والوقوف على مدى جاهزيتهم لامتحان البكالوريا نهاية الموسم الدراسي. امتحانات البكالوريا التجريبية، طبعا هذا الامتحان يعتبر مهم. حضور التلاميذ كان حضور تقريبا كامل التلاميذ حاضرين، لأنه إحنا قبل هذه الامتحانات كنا قد حضرنا بشكل جيد مع الأساتذة منسقي المواد حول ضرورة أنه تكون المواضيع شبيهة أو تقريبية للبكالوريا. تنظيم امتحانات البكالوريا التجريبية تحدي ترفعه الثانويات لوضع التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا في صورة امتحان حقيقي. البكالوريا قلت لك هذه السنة على غرار البكالوريات السابقة، المؤسسة الحمد لله عندها طاقم إداري وتربوي ما شاء الله. احنا وفرنا قلنا الجانب البداغوجي والتربوي واللي متعلق بالأساتذة والمواضيع ومنها، والجانب المادي متعلق بالمصالح الاقتصادية. كل القاعات مهيئة مجهزة لاجتياز الامتحان الفصل الثالث، كلها وسائل متوفرة إن شاء الله. هو امتحان لطالما وقفت وزارة التربية الوطنية على سيره الحسن ووضع مختلف المواعيد والتحديات التي يمر بها التلاميذ في الأقسام النهائية في أحسن الظروف.